لو حد حاول يخنقك بيد واحدة بالشكل ده، ايدك الاتنين بيبدأوا يتحركوا، بيمسكوا من المنطقة اللي بين مفصل الريست وبين مفصل الكوع، دي المنطقة اللي انت هتمسك منها. ايدك الاتنين بيمسكوا عكس بعض، بيعملوا كماشة على الدراع بالشكل ده، وتاخد دراعه للناحية العكسية، بتعمل ضغط قوي على مفصل الكوع وعلى مفصل الريست، وبعد كده بتتني مفصل الكوع ومفصل الريست بالشكل ده كده، شليت حركته بشكل نهائي اهو. اول حاجة بتعملها ايدك الاتنين بيبدأوا يتحركوا، ياخدوا ايده للناحية العكسية، وبعد كده بتعمل ضغط على مفصل الكوع ومفصل الريست بالشكل ده عشان ما يحاولش اللي هو يستعمل دراعه التاني. ايدك الاتنين بيمسكوا عكس بعض وبتلفهم للاتجاه العكسي، وبعد كده بتعمل ضغط على مفصل الكوع ومفصل الريست بالشكل ده كده، مستحيل يعرف يتحرك او يستعمل دراعه التاني. ايد الاتنين بيتحركوا مع بعض اهو، الضغط اللي انت بتسببه له على مفصل الريست بيخليه عاجز.